ومعنا مباشرة من العاصمة اليونانية أثينا عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية. بعد التحية عبد الستار، إذا اليونان تعاني من أزمة في نقص الأدوية، ترى لماذا هذا الطرح؟ نعم، هنا أتحدث إليك من وسط العاصمة أثينا، وبالتحديد من أمام إحدى الصيدليات التي قبل الوقوف أمام الكاميرا تم سؤال الصيدلاني داخل الصيدلية عما إذا كان هذا الأمر حقيقي أم لا. أكد بالفعل أن هناك نقص في الأدوية، وخصوصا كما ذكرت المضادات الحيوية وأدوية السعال وبعض أدوية الأطفال. ولكن وزير الصحة اليوناني قبل قليل أيضا جاء بتصريح وقال أن يعني لا توجد أزمة في اليونان، أزمة أدوية، ولكن هناك نعم نقص في الأدوية، ولكن لا تستدعي أن يكون هناك هلع وخوف أن هناك أزمة. وكما ذكرت تم الاتصال بمفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي كرياكيدي، وهي قبرصية الجنسية، وتم طلب يعني تدخل الاتحاد الأوروبي وأن يكون هناك سياسة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي. أكيد طبعا المشكلة هنا حسان هي مشكلة الإمدادات، ومشكلة أن هناك أسعار الأدوية الرخيصة في اليونان جعلت تجار الجملة من جميع أنحاء العالم يأخذون أدوية من اليونان. يعني أنا أذكر يعني الكثير من تجار الجملة يأخذون الأدوية بأسعار زهيدة ويبغوها في بعض الدول إن كانت أوروبية أو عربية بعشرات الأضعاف، ولذلك ربما هذا الشيء قد يؤثر على أو قد أثر على نقص هذه الأدوية. عموما سوف نرى خلال الأيام المقبلة بناء على تصريحات وزير الصحة اليوناني ثانوس بيليفريس، والذي قال أن الأدوية أو مشكلة نقص الأدوية مشكلة عالمية، وضع 10 إجراءات لمواجهة هذه الأزمة. وإن كان هناك مزيد من الوقت أوضح لك هذه بعض هذه التدابير العشرة، وهي استمرار عمليات التفتيش على الصيدليات وإغلاق الصيدليات التي لا تتعاون مع الحكومة أو تحتفظ يكون هناك لديها احتياطي في المخازن، وأيضا استمرار التدقيق على شركات الأدوية والأشياء التي تصنعها، وأيضا مراقبة تجار الجملة وعدم يعني التضييق عليهم بعدم بيع الأدوية الرخيصة إلى خارج البلاد، وأيضا إبلاغ الأطباء بالأدوية الناقصة في الأسواق حتى لا يكتبوها في يعني في الروشتات إلى المرضى. طب هل عبد الستار هنا تكثيف الإنتاج في دول الاتحاد الأوروبي سوف يكون واحدا من الحلول لحل هذه المشكلة؟ نعم بالتأكيد، إن كان هناك يعني توحد في الاتحاد الأوروبي وتضامن في هذا الأمر وزيادة الإنتاج سوف يتم يعني التصدي لهذه الأزمة. أشير إلى أن اليونان يوجد بها شركات كثيرة جدا لصناعة الأدوية ومصانع محلية وأدوية محلية، يعني هي لديها مواد خام لصناعة الأدوية، ولذلك كما ذكرت لك هنا أسعار الأدوية يعني رخيصة جدا مقارنة بالدول الأخرى، ومن هذا المنطلق ربما نكون قد وصلنا إلى الأزمة الحالية أو نقص الأدوية حاليا. نعم، لكن عبد الستار يعني منذ سنوات مضت كان هناك إضراب يعني من قبل الصيادلة في اليونان، وأيضا تحدثوا حول أن ما يحدث في اليونان من شروط وإجراءات يؤدي إلى تفكك يعني هذا الإطار في الصيدلة أو تفكك المنظومة في الصيدلة، فكيف يمكن أن يكون هذا سببا أيضا لاحقا على هذه الأزمة التي تحدث في اليونان من نقص الأدوية؟ نعم، دعني أوضح لك بعض الأمور. هنا الصيدليات يعني أنواع مختلفة، هناك صيدليات خاصة وصيدليات يعني في أدوية تابعة للدولة اليونانية أو الحكومة، يعني بحيث أن يذهب المواطن يشتريها يعني 10% من سعرها الإجمالي، وهذه يعني أسعار مدعمة لذوي التأمينات الصحية وهؤلاء الذين لديهم تأمينات اجتماعية، ولذلك يكون هناك تنافس كبير جدا على صناعة الأدوية وعلى بين الشركات وبين الصيدليات، ومن هذا المنطلق
تأتي يعني الخلاف مع الحكومة، وحصل أكثر من مرة بالفعل كما ذكرت إضراب للصيادلة ونقابات الأطباء ونقابات الصيادلة يعني يكون هناك تحقيق مطالبهم من الحكومة ووضع سعر معين، سعر يتناسب مع الأدوية. لأنه عبد الستار الصيادلة يقولون في اليونان أن منظمة الترويكا تستخدم حزمة من الإجراءات تطبق على صيادلة اليونان لا تستخدم في أي دولة أخرى، حتى أن المحكمة الإدارية العليا في اليونان أقرت فعلا بحق الصيادلة في هذا الأمر. نعم، إبان الأزمة المالية، وهناك لجنة الترويكا المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي صندوق النقد الدولي، كان هناك حزمة من الإجراءات الصارمة على الأدوية وعلى نقابات الصيادلة، ولكن يعني بتعدي اليونان للأزمة المالية ومواجهة هذه الأزمة والتعدي منها، لا تكون هناك يعني أسباب قوية لتواجد هذه الأزمة حاليا. الأزمة حاليا هي من شح الإمدادات، شح المواد الخام التي يتم التصنيع منها الأدوية، وأيضا هناك تجار الذين يقومون ببيع الأدوية بأسعار مرتفعة جدا إلى دول أخرى خارج البلاد. أشكرك إذن مراسل القاهرة الإخبارية، أشكرك إذن من اليونان عبد الستار بركات، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا مباشرة.